نبدأ معك باللقاء الذي جمع الرئيس العراقي برهم صالح ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في قصر السلام ببغداد. نعم، هذا اللقاء هو لقاء يعني حتى وإن كان بروتوكوليا إلا أنه تناول آخر المستجدات في الساحة السياسية العراقية، خصوصا وأن يعني رئيس الجمهورية يحاول بكل السبل أن يأتي بحل لهذه الأزمة السياسية التي انسحبت على الوضع الأمني باعتباره حامي للدستور وأيضا باعتباره رئيس الدولة، وبالتالي هو يلتقي جميع الأطراف. آخر طرف كان هو السيد قاسم الأعرجي بصفته مستشار الأمن الوطني، وتباحثا حولها يعني الأحداث الأخيرة. أيضا يعني كان هناك حث على وجوب معرفة المقصر وأيضا من الذي دفع بتلك الأمور إلى أن تصل إلى حرب ما بين الأطراف المسلحة التي تمتلكها الأحزاب، وبالتالي هو نوع من أنواع البحث عن التهدئة وأيضا محاسبة المقصرين والذهاب نحو حالة من الهدوء التي يحاول الرئيس العراقي برهم صالح أن يصل بها إلى يعني من خلال أدواته السياسية وحتى من خلال أدوات الدولة أن يصل بها إلى مبتغاه، وهو أن يكون الجميع في حالة استقرار وأن لا يجد الجميع مسوغا لعمليات تبادل إطلاق نار أو حتى مواجهات مسلحة مرة أخرى. طيب، إذا ما تحدثنا في نقطة أخرى بمطالب التيار الصدري للقيس الخزعلي وأيضا بتوجيهات قيس خزعلي بإغلاق المكاتب والمقرات، لماذا الآن؟ ما هي دلالات التوقيت؟ لا، هي ليست جديدة، لكن على ما يبدو أن بعد أحداث المسلحة التي حدثت في العراق بدأت الأطراف السياسية المتخاصمة أو المتصارعة إذا صح التعبير أن تتبادل الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام، لذا نرى تارة من يتهجم على التيار الصدري من قبل بعض القوى السياسية، وأيضا يعود التيار الصدري ومن ثم ينتقد الأطراف السياسية الأخرى. أما بالنسبة لما صدر مؤخرا من وزير مقتدى الصدر من تغريدة مؤخرا حول قيس الخزعلي وأصحابه اللحاق، فجاءت بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في البصرة، وهو تحذير من قبل يعني التيار الصدري إلى عصائب اللحاق بضرورة أن لا يذهبوا نحو المواجهة مع التيار الصدري. لذلك كان الرد واضحا من قبل عصائب اللحاق، يعني إغلاق المكاتب، عدم إيجاد حالة من التماس ما بين أطرافهم وأطراف التيار الصدري، وأيضا يعني توخي الحذر. هكذا يبدو المشهد العراقي عموما، ليس مع بين أعصاب الحق فقط وبين التيار الصدري، حتى مع باقي الأطراف الأخرى، لأن جميع الأطراف بعد انسحاب المسلحين من محيط المنطقة الخضراء بدأت يعني تشن حربا إعلامية على جميع المنصات التي يمكن لها أن تشن من خلالها، سواء عن طريق يعني المنصات الإعلامية، مواقع التواصل الاجتماعي، عبر التغريدات. الكثير من تلك المنصات أصبحت ساحة حرب إعلامية بدلا من ساحة الحرب على الأرض التي انتهت مؤخرا بعد إعلان زعيم التيار الصدري بسحب أو بضرورة سحب انسحاب تلك القوات بأسرع وقت.